وزير الطاقة يعلن عن إطلاق جائزة الإمارات للترشيد في استهلاك الكهرباء والماء بهدف المحافظة على الموارد الطبيعية. وزارة التربية والتعليم تدشن بوابة إلكترونية تفاعلية للكتب والمقررات المعتمدة للمدارس الخاصة. تحت شعار سلامتهم مسؤوليتنا، طبية الشارقة تطلق حملة الوقاية من الإنهاك الحراري لتوعية العمال بمخاطرها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام في كل مكان نحييكم ونقدم لكم أخبار الدار وأبرز ما استجد على الساحة المحلية، فأهلا ومرحبا بكم. استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى ولي عهد أم القيوين سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، يرافقه المدراء التنفيذيون ومدراء فروع الهيئة على مستوى الدولة. واطلع سموه على جاهزية المساجد لاستقبال رواد المساجد خلال شهر رمضان الفضيل، وخاصة في صلاة التراويح وإعمار المساجد بالدروس الرمضانية اليومية والمحاضرات النوعية التي يلقيها العلماء الضيوف. وسيتم تخصيص عدد من الأمسيات الثقافية لإبراز أهمية الخدمة الوطنية وأثرها على المجتمع. وتسلم سمو ولي عهد أم القيوين من مدير عام الهيئة النسخة الجديدة عن كتاب دروس المساجد. منح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المقدم محمد الأنصاري من شرطة أبو ظبي وسام التميز الوظيفي، تقديرا لجهوده المخلصة وإظهاره مهارة وكفاءة عالية للارتقاء بعمله، وحثه على مضاعفة الجهود واستمراريته في تحقيق التطور وتحسين الأداء. كما اطلع سموه على شهادة دولية حصل عليها الضابط كأول محكم عربي في مجال اعتماد وتصنيف فرق البحث والإنقاذ من قبل الهيئة الدولية للبحث والإنقاذ التابعة للأمم المتحدة. أصدر معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم بصفته رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميما خاصا بشأن تحديد ساعات دوام الموظفين في الوزارات والهيئات الاتحادية خلال شهر رمضان المبارك. وأوضح التعميم أن الدوام الرسمي للوزارات والجهات الاتحادية في شهر رمضان المبارك يبدأ من 9 صباحا وينتهي عند 2 بعد الظهر، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء لعام 2012. أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بترشيد الطاقة، وذلك في ظل الطلب المتنامي والمتزايد عليها نتيجة لما تشهده الدولة اليوم من متغيرات اجتماعية واقتصادية وسكانية. وأعلن معالي خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم بمقر الوزارة في أبوظبي إطلاق جائزة الإمارات للترشيد في استهلاك الكهرباء والماء التي تبنتها وتمولها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء. وقال إن هذه الجائزة تهدف إلى بناء ثقافة للترشيد وترسيخ هذا المفهوم من خلال تبني المبادرات والتقنيات التي تضمن المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة والوصول إلى التنمية المستدامة. تركز الجائزة على عدة فئات تعتبر من الفئات المستهلكة، كون أن المستهلكين لقطاع الطاقة والكهرباء في دولة الإمارات يستهلكون 3 أضعاف المعدل العالمي. وتستغرق فترة تقييم الجائزة من أغسطس 2014 إلى مايو 2015. أطلقت وزارة التربية والتعليم بوابة إلكترونية تفاعلية للكتب والمقررات المعتمدة للمدارس الخاصة بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بحضور سعادة مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من المسؤولين. ويأتي إطلاق البوابة تيسيرا على قطاع التعليم الخاص ومدارسه في تحديد احتياجاته السنوية من الكتب الدراسية والحصول على ما يلزمه منها.
ووفقا لما توفره البوابة من خدمات، فقد أصبح بمقدور المدارس الخاصة تقديم طلبات الشراء واستلام الفواتير وإجراء جميع المعاملات المتعلقة بتوفير الكتب المدرسية في وقت قياسي. كما يمكنها الاطلاع على جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالكتب وأسعارها والكميات المتوفرة منها، بما يدعم متخذي القرار في المدارس الخاصة، إضافة إلى توفير المعلومات نفسها لأولياء الأمور والطلبة والمعلمين. ونبقى في الشأن التربوي، فمطلع الشهر المقبل تبدأ دائرة الأشغال العامة بالشارقة الأعمال الإنشائية لمشروع نمذجة مدارس الحلقة الأولى للتعليم الأساسي بالشارقة، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تقضي بتعميم تجربة المدارس النموذجية على جميع مدارس الإمارة من خلال توفير مرافق تعليمية بمواصفات قياسية تساهم في الارتقاء بالمنظومة التربوية والتعليمية. وثمن الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة باعتماد ميزانية المرحلة الأولى للمشروع، والتي تبلغ 152 مليون و500 ألف درهم، مؤكدا أن الدائرة تعكف على اتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذ توجيهات سموه والبدء بالأعمال الإنشائية للمرافق التعليمية المضافة. نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة لقاء تعريفيا لتبادل أفضل الممارسات لمجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلتها بالتعاون مع مجموعة عمل القطاع الصناعي بمقرها، وذلك بحضور سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء المجلس. وأكدت الغرفة على الدور البناء التي تلعبه مجموعات العمل القطاعية في دعم ومساندة دورها في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تقوم به الغرفة لخدمة ممثلي القطاع الخاص بكافة قطاعاته التجارية والصناعية. وأكدت الغرفة أيضا على أن خطة عملها لعام 2015 ستأخذ بعين الاعتبار مرئيات ومقترحات مجموعة العمل القطاعية في وضع برامجها. دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب الأعمال المسجلين لديها إلى المبادرة باستكمال الإجراءات اللازمة الخاصة باشتراكات العاملين لديهم الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك للمحافظة على حقوقهم. ودعت الهيئة أصحاب الأعمال إلى أن يقوموا بتسجيل العاملين لديهم والخاضعين لأحكام قانون المعاشات خلال شهر من تاريخ التحاقهم بالخدمة وموافاتهم بأسماء العاملين لديهم الذين تنتهي خدمتهم خلال الشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة. كما يتوجب عليهم تضمين رقم الهوية لكل مؤمن عليه في كشوف الاشتراكات الشهرية التي ترسل للهيئة، وإرفاق صورة منها بجميع الاستمارات الخاصة بالمشتركين، والالتزام بنموذج كشف الاشتراكات الشهري وإرساله إلكترونيا خلال 7 أيام عمل من الشهر التالي. أكملت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات استعداداتها لبدء التطبيق الإلزامي للنظام الجديد لتحويل وحدات القياس المستخدمة في تجارة الأقمشة في جميع أسواق الدولة إلى المتر بدلا من وحدة الياردة الوار التي تقرر إلغاء العمل بها تماما واعتبارها من وحدات القياس غير المسموح باستعمالها في المعاملات الرسمية اعتبارا من مطلع شهر يوليو المقبل، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بالنظام الوطني للقياس الذي ينص على أنه يجب استخدام وحدات القياس الدولية دون غيرها في القياسات والتبادل التجاري في دولة الإمارات. وستقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة بتنفيذ حملات تفتيش لمتابعة التزام التجار والموردين باستخدام المتر في قياسات الأقمشة. أخبار الدار ما تزال متواصلة، ابقوا معنا حيث تتابعونا بعد الفاصل. مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ينشرون 1000 صورة للشارقة ضمن مبادرة تطلقها مصورة فوتوغرافية إماراتية. عودة جديدة نواصل فيها تقديم ما تبقى من أخبارنا، فمرحبا بكم.
للسنة السابعة على التوالي تطلق منطقة الشارقة الطبية حملة الوقاية من الانهاك الحراري، حيث انطلقت الحملة من أمام مسجد النور بمشاركة العديد من الجهات، وتستمر على مدار 5 أيام لتعزيز الوعي الصحي وتوعية جميع أفراد المجتمع بمخاطر الإصابة بالانهاك الحراري. سماح الشيخ رافقت الحملة وجاءت بهذا التقرير. سلامتك تهمنا، بهذا الشعار انطلقت حملة الانهاك الحراري التي تنظمها منطقة الشارقة الطبية والتي انطلقت اليوم من منطقة السيوح. انطلاقا من مبدأ الشراكة والمسؤولية المجتمعية، ها هي حملة الانهاك الحراري تبدأ رحلتها بتوعية الفئة التي تتطلب أعمالهم التعرض لأشعة الشمس بهدف الوقاية من الإصابة بالانهاك الحراري. أخذت منطقة الشارقة الطبية هذه المبادرة للسنة السابعة على التوالي، بحيث نقوم باستهداف الفئات العمالية في إمارة الشارقة، بحيث تقوم فرق بزيارة مواقع العمال. قافلة حملة الإنهاك الحراري بدأت بزيارة لموقع إنشائي للعمال بمنطقة السيوح، واستهدفت 600 عامل، حيث تم إجراء الفحوص الطبية لهم لضغط الدم والسكر، كما تم تقديم وتوزيع العصائر والمياه والألبان، بالإضافة إلى هدايا يحتاجها العامل أثناء تأدية عمله. والله جمعية الشارقة الخيرية للموسم السابع على التوالي تشارك المؤسسات والدوائر الحكومية في جمعية الشارقة في إمارة الشارقة للتخفيف على أخواننا العمال ولإحساسهم بأن لهم مكانة في المجتمع وتقديرهم. مشاركهم توزيع عصائر على العمال بحدود 6000 وكابات من الحماية منهم من أشعة الشمس. ومنذ انطلاق الحملة ونحن نشارك في حملة الإنهاك الحراري لكي نوعي ونثقف الجمهور، سواء الجمهور الداخلي والجمهور الخارجي. تجدر الإشارة إلى أن الإشادة الحرارية والضربة الحرارية من المشاكل الصحية الخطيرة التي قد تواجه من يتعرض للشمس وقت ذروتها لفترات طويلة، فأسبابها عدم تعويض السوائل والأملاح المفقودة من الجسم، وعدم أخذ فترات راحة منتظمة من العمل، إضافة إلى عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية. ويمكن الوقاية من ذلك بشرب كميات كافية من الماء يوميا، والتأكد من احتواء الوجبات على كميات مناسبة من ملح الطعام، بالإضافة إلى تناول الخضروات والفواكه، وأخذ فترات راحة بشكل منتظم أثناء العمل. بحضور الشيخ نوار القاسمي مسؤول الاتصالات والعلاقات العامة في مؤسسة الشارقة للفنون ومجموعة من المشاركين والمهتمين ومحبي الفن، افتتح مساء السبت المعرض الفوتوغرافي الشارقة 1000 في المباني الفنية بمؤسسة الشارقة للفنون. صور متنوعة لكن كلها تعكس معالم الشارقة، جمعها الموقع الاجتماعي انستغرام، ثم انعكست على جدران مؤسسة الشارقة للفنون مشكلة 1000 صورة أخذت بعدسات أشخاص تفاعلوا مع الوسم الشارقة 1000 الذي ابتكرته المصورة الفوتوغرافية الإماراتية ريم سحيد. الفكرة أنك أنت تعكسين نمط الحياة في الشارقة، حياتهم هم الخاصة، فهي كانت مبادرة من شهر 3 لشهر 4 مثل التحدي، هل نقدر نجمع 1000 صورة في هالشهر ولا لا؟ وفعلا قدرنا ونجحنا في خلال بس اسبوعين. حاليا اذا تشوفون الهاشتاج فيه اكثر من 1700 صورة للشارقة تحت هالهاشتاج، ومشاركين ناس مختلفين، يعني مش شرط مصورين بس، ناس كبار وصار مصورين محترفين ومبتدئين في مؤسسات حكومية وشركات ايضا مشاركة. خلال اقل من شهر 70 شخصا شاركوا في هذا الوسم، الى ان وصلوا للحد المطلوب وهو 1000 صورة للشارقة، تنوعت ما بين صور نهارية وليلية، صور لمعالم المدينة وأخرى للطبيعة، لا سيما الطبيعة الصحراوية. لي مشاركتين في المعرض، مشاركاتي كانت تتكلم عن البيئة الصحراوية في مدينة الشارقة. تقدرين تقولين يعني شاركنا فيهم، لأن لازم نحط بيئتنا الطبيعية هي الموجودة، شو هي الموجودة عندنا في إمارة الشارقة اللي هي ما شاء الله معروفة بالكثبان الرملية. الصور رغم اختلافها بالمضمون والألوان إلا أنها اجتمعت في أنها تعكس الواقع والحياة الاجتماعية الموجودة في الشارقة، وكذلك معالمها المتميزة
لتكون بذلك مرجعا للزائرين خصوصا السياح منهم لمعرفة الشارقة وما تحتويه من أماكن يمكن زيارتها. ونحن مقبلون على أن تكون الإمارة عاصمة للسياحة العربية لعام 2015. ونصل معكم إلى فقرة التواصل الاجتماعي مع الزميلة هاجر الحراق. إليك هاجر. مساء الخير عايدة. مشاهدينا الكرام، لحظات ولنا عودة. أهلا بكم، جولة جديدة نأتيكم فيها بجديد الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن إمارتنا الباسمة، ونبدأها من تويتر ومن حساب إذاعة الشارقة. نقرأ لكم هذه التغريدة: شرطة الشارقة تقبض على هاكر عربي الجنسية، وذلك بعد اختراقه لبريد إلكتروني خاص بمدير إحدى الشركات الخاصة وسحبه لكافة الملفات والبيانات الشخصية. تغريدتنا التالية من حساب وكالة أنباء الإمارات وام، وفيها نقرأ التالي: طرق ومواصلات الشارقة تصرف المكافأة السنوية الخاصة بأصحاب لوحات مركبة الأجرة القديمة بقيمة 10,154,000 درهم. إلى إنستغرام وما تداوله من أخبار وصور إليكم التالي: مع تنامي الاهتمام الدولي بالإمارة اخترنا لكم هذه الصورة من حساب مركز الشارقة الإعلامي، وفيها: هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق تستضيف المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر بالشارقة في فبراير 2015. صورتنا التالية من حساب إدارة متاحف الشارقة التي عرضت مجموعة من الصور لنشاطات مميزة من اليوم الأول من معرض ماضينا من ثقافتنا الإسلامية من تضييم متحف الشارقة للتراث في مركز صحارى. إلى آخر الأخبار العاجلة من خدمة أخبار تلفزيون الشارقة، وهذا الخبر الذي تم تداوله خلال الساعة القليلة الماضية، وفيه: هيئة أبوظبي للسياحة تمنع التدخين في ردهات وبهو فنادق الإمارة وتفرض عقوبات على المنشآت المخالفة والتي تتراوح ما بين الغرامة المالية أو عدم تجديد الترخيص. مشاهدينا ومستمعينا، بهذا نكون قد قدمنا أبرز ما جاء في مواقع التواصل الاجتماعي. ندعوكم للتفاعل معنا بإرسال ما لديكم من أخبار وصور سواء عبر الوسم الخاص بنا أو تويتر إنستغرام خدمة الأخبار العاجلة من تلفزيون الشارقة عبر العناوين التالية. شكرا المتابعة وعودة لزميلتي عايدة وباقي أخبار الفاشل. شكرا هاجر. أعلن مركز خدمة المزارعين بأبوظبي عن خطة الإنتاج الزراعي للموسم الشتوي 2014-2015، حيث يبلغ عدد المحاصيل التي تتضمنها الخطة 36 نوعا من الخضروات الطازجة بطاقة إنتاجية متوقعة تصل إلى 38,800 طن من النخب الأول، يتم توريدها إلى الأسواق المحلية خلال موسم الحصاد. وتم تمديد فترة الإنتاج إلى أكثر من 21 أسبوعاً، وحدد المركز 3 لقاءات متتالية مع مزارعي إمارة أبوظبي خلال الأسبوع الجاري، موزعة على مدينة أبوظبي يوم الأحد ومدينة العين يوم الاثنين ومدينة ليوا يوم الثلاثاء. يعد السوق الصيني في دبي من أبرز الوجهات التجارية السياحية التي تستقطب الزوار والمقيمين، وذلك نظرا لما يضمه من منتجات، إلا أن بعض هذه المنتجات والسلع تعتبر مقلدة للعلامات التجارية الكبرى. مراسلنا حسام سليم زار السوق وجاء بهذا التقرير. كل ما تبحث عنه تجده تحت سقف واحد. لربما يرى الكثيرون هذه العبارة هي ضرب من الخيال لا يلامس الحقيقة، لكن في سوق التنين أو ما يعرف بالسوق الصيني بدبي يبدو ذلك واقعا، ويكفي أن تلتفت يمينا ويسارا لترى بعينيك أن السوق يأخذك لعالم مليء بالمنتجات التي تختلف في جودتها، لكنها وبالرغم من ذلك تستقطب القاسي والداني. أنا أعمل هنا منذ سنوات ولدي العديد من الزبائن من مختلف دول المنطقة، ويأتون فقط لشراء هذه الحقائب. هو يعني صراحة للإمارات هو رمز للإمارات، وكل واحد يجي من السعودية أو من الكويت أو من أي بلد هو لازم يمر شو اسمه السوق الصيني. من بين المنتجات التي تملأ جنبات السوق تأتي الأجهزة التكنولوجية والملابس والإكسسوارات النسائية لتطغى على المبيعات خاصة المقلدة منها. أكثر زبائننا يأتون من منطقة الخليج، وهم يفضلون شراء الحقائب التي نبيعها حتى المقلدة منها نظرا لجودتها.
صناعتها زينة والدوم يعني صدق هي كوبي، لكن أنا أعطيها ممتاز لأن أنا يعني تقريبا سنويا أي 3-4 مرات حق السوق وأشتري منه كميات. من الملاحظ أنه بعض السلع اللي هي السلع الإلكترونية الخاصة مثل الهواتف النقالة مثل الآيباد الخاصة يعني هم يقولوا لك على أنها السلعة ممتازة والسلعة اللي هي بجودة عالية، ولكن يحتاج فعلا إلى تعديل في تعديل في السلع، يعني تحتاج إلى رقابة. مزيد من الرقابة مطلب يبدو مشروعا، خاصة مع وجود العديد من السلع المقلدة لكثير من العلامات التجارية والتي تتضح للعيان، فهي معلقة هنا وهناك، وهو أمر بطبيعة الحال يبدو مستغربا ويطرح تساؤلات عدة، أهمها كيف تباع هذه السلع في دولة تحارب تقليد المنتجات وتحافظ على حقوق الملكية، وحماية المستهلك فيها أمر لا يعلوه غبار. وللتعليق على ذلك انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد. أهلا بك دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، بداية أطلعنا على جهود إدارتكم في الرقابة على منافذ البيع التي تبيع المنتجات المقلدة وعقوبة ذلك. مما لا شك فيه دولة الإمارات العربية المتحدة وضعت قانون خاص لمسألة الغش التجاري، وهذا القانون موجود من فترات طويلة وحاليا جاري لإصدار قانون جديد ومعدل بالقانون القديم. أما بخصوص منفذ أو محلات السوق الصيني، هذه المحلات تقام في بعض المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن برغم أن هذه المناطق الحرة لا تكون تحت مسؤولية الاتحادية وأنها لا سلطات خاصة فيها، ولكن جرى هناك تنسيق وترتيب لمحاولة الوصول لهذه المحلات عن طريق إدارات المناطق الحرة في هذه المناطق، واستطعنا من خلال هذه المناطق أن نتعاون نحل كثير من قضايا التي يتعرض لها المستهلكون خلال شرائهم هذه السلع، ونهيب بكافة المستهلكين الكرام في حالة تعرضهم لأي مسألة في هذه المناطق منطقة تريدينج ماركت أو السوق الصيني أن يتواصلوا معنا عبر مركز الاتصال 605-222-225، وهناك إن شاء الله تم خلق نوع من التواصل لمساعدة المستهلكين في كافة الأمور التي يشترون إن شاء الله. نعم دكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، كل الشكر لك على هذه الإفادة. وبهذا اللقاء نصل لختام أخبار الدار، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل وإليكم أبرز العناوين. وزير الطاقة يعلن عن إطلاق جائزة الإمارات للترشيد في استهلاك الكهرباء والماء بهدف المحافظة على الموارد الطبيعية. وزارة التربية والتعليم تدشن بوابة إلكترونية تفاعلية للكتب والمقررات المعتمدة للمدارس الخاصة. تحت شعار سلامتهم مسؤوليتنا، طبية الشارقة تطلق حملة الوقاية من الانهاك الحراري لتوعية العمال بمخاطرها.